أصبح سكان شيكاغو يطلقون على مدينتهم شيبيريا بسبب درجات الحرارة المنخفضة التي أصبحت تشبه طقس سيبيريا، بل أشد برودة من القطب الجنوبي. فقد وصلت درجات الحرارة إلى 40 تحت الصفر مصحوبة برياح قوية، وأثرت موجة السقيع على حياة السكان، إذ أغلقت المدارس أبوابها وألغيت آلاف الرحلات الجوية، وحذرت السلطات المواطنين من مغادرة منازلهم، ومن يضطر للخروج كساعي البريد هذا عليه أن يرتدي ملابس ثقيلة. أرتدي قناع التزلج وقفازين، لكن شاربي تجمد من البرد. سيارات الإسعاف لا تتوقف عن العمل، فموجة الصقيع خلفت العديد من القتلى، فضلاً عن نقل مئات السكان إلى المستشفيات. هذا فيما تواصل موجة البرد القادمة من القطب الشمالي زحفها باتجاه الشرق، ففي نيويورك انخفضت درجات الحرارة بنحو 30 درجة تحت الصفر خلال يوم واحد، من 12 درجة بالأمس لتصل اليوم إلى 14 درجة تحت الصفر. وحتى الولايات الجنوبية مثل كارولينا الشمالية أو أركانساس تأثرت بموجة البرد القارس، والتي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل بحسب خبراء الأرصاد الجوية.